اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله مش هتصدقوا. دي لعبه الصراصير، سلطه الصراصير. ايه ده، شكلها لعبه هتكون جامده جدا بالكروت، صالحه للاطفال فوق السن 6 سنين، وممكن من 2 ل 6 لعيبه. والجيم تقريبا بياخد نص ساعه. اوكي تعالوا بقى نتفرج على اللعبة الغريبة قوي دي، ونشوف بقى دي عبارة عن ايه وشكلها مقصص شوية. طبعا الناس اللي بتخاف يا ريت ما تكملش معانا اللعبة، عشان بصوا بقى شكلها فعلا مرعب ازاي. واو، هنا بقى في معلومات كتير قوي ازاي نقدر ان احنا نلعبها، هفتحها بقى واشرحها لكم ونشوف نقدر ان احنا نلعب بيها ازاي. اوكي بصوا بقى هنطلعها كده. اوكي اهو بقى طلعناها، وبصوا بقى فيها كروت كتير ازاي. اوكي تعالوا بقى نتفرج على الكروت اللي معانا. الله بصوا بقى هنا شكل الصرصار اهو، وشكل بقى السلطة اللي معانا. في معانا ايه 4 كروت تقريبا مختلفة، في الكارت بتاع الطماطم والفلفل الحلو والارنبيت اهو. بصوا ده الارنبيت. اوكي وبعدين ايه ده، وده اللي هي اللي هو التابو كارد. اوكي وهنا بقى ده الطماطم. اوكي وهنا بقى دي بعد كل ده الطماطم اهي. بصوا بقى الطماطم كلها عليها صراصير، وهنا بقى ده الارنبيت. واو دي فكرة فعلا حلوة جدا. هنفتح بقى الكروت التانية اهي. هنا بقى ده برضو صورة تانية للأرنبيط، عليه برضو صراصير. وهو بصوا شوفي الكروت حلوة ازاي. هنا بقى الفلفل حلو اهو. كل ده فلفل حلو وأرنبيط كده. بقى اتفرجنا على الكروت كلها. طبعا نبتدي بقى اللعبة. اول لاعب الصغير هو اللي بياخد الايه اللي بيبتدي، اصغر لاعب موجود، وبعدين كل لاعب بياخد الكروت. بعد كده نبتدي ان احنا نحط الكارت على الايه على الترابيزة بالوش. اوكي ولازم ان هو يقول اسم الكارت بتاعه، يعني مثلا ده فلفل حلو، اول لما ينزل الكارت لازم يقول فلفل حلو. والدور بيمشي كلوك وايز، يعني اتجاه كلوك وايز. بعدين ده كارت التابو. لو اللعيب اللي جاي معاه نفس الكارت يبقى لازم ان هو يكذب ويقول ان هو معاه يعني خضار تاني، لكن لو هو نفس اللي هو قاله لازم برضو ان هو يكذب لو نفس الحاجة معاه. اوكي لكن لو معاه بقى التابو كارد ده لازم يقول ايه صرصار بصوت عالي. وبعدين لو الكارت الخضار شبه التابو برضو لازم ان اللاعب يكتب، غير كده لازم يقول اسم الحاجة وهو بينزلها، يعني مثلا ده طماطم او ده ارنبيط او ده فلفل حلو. لازم ان هو يقول ده وهو بيحط الايه الحاجة على الايه على الترابيزة. ففي كده لو اللاعب التاني مع نفس الحاجة لازم يقول ايه، لازم يكذب ويقول ان هو معاه نوع تاني من الايه من السلطة. فهمتوا اللعبه بقى سهله ازاي؟ طبعا الورقه فيها تعليمات اكتر بتقول لنا ازاي نقدر احنا نلعبها، بس انا شرحت لكم بس ان ايه اللعبه بتقال ازاي. اوكي بعدين في اخر اللعبه اللي بيكسب بقى الايه، اوكي اللي جمع ايه كروت كتير قوي. واو شكلها فعلا لعبه حلوه قوي قوي، عجبتني جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز بقولوا لي في الكومنتات رايكم فيها، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا اصحابي، باي باي.